عمليات الجيش العربي السوري تستمر ملحقة بتنظيم داعش الإرهابي خسائر كبيرة. مصدر عسكري أكد أن وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة تواصل عملياتها القتالية في محيط منطقة الضليعيات، وتستعيد السيطرة على عدد من النقاط والتلال المشرفة على منطقة حميمة جنوب شرق مدينة تدمر، وتكبد تنظيم داعش الإرهابي خسائر بالأفراد والعتاد. عمليات الجيش على محاور عدة تكبد التنظيم الإرهابي خسائر جسيمة وترسخ التقدم. وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية ضد تجمعات داعش في ريف حماة، كما وأحكمت السيطرة على النقاط شاهد 9 وشاهد 10 الاستراتيجية شرق قرية الشيخ هلال بريف سلمية الشرقي، وقضت على أعداد من إرهابي داعش في المنطقة. إلى المنطقة الشرقية حيث استهدف سلاح الجو تجمعات إرهابي داعش في محيط البانوراما، المقابر، جبال الثردة، الحويقة، كنامات، قرية البغالية وعياش، وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم. مسار الحرب على الإرهاب يستمر في ظل تقدم الجيش على محاور عدة في مسار يسقط مخططات رعاة الإرهاب ويرسخ على الأرض حقائق الصمود.